هذا النجم سيكون سوبر ستار في العالم. فيق 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 يا عثمان يا ديمبلي، لك من الإمكانيات، السرعة، المهارة، القدرة على فسخ المدافع لما توصل 1-1، لأنه عنده السرعة والمهارة عثمان ديمبلي. البارح 23 ديسمبر 2021، الموافق للخميس، خرجوا الفيديوهات فين كيبينوا زواج ديال لاعب المنتخب الفرنسي والبارسا عثمان ديمبلي بفتاة مغربية. اللاعب الثاني اغلى اجرا في البارسا مورا كوتينيو كيتزوج في الفترة ديال نويل. كيف ما كتعرفوا هاد الفترة ديال نويل البارسا ولا جميع الفرق الاوروبية كيعطيو فيها وقيتها سيمانة ديال الراحة ولا باش العطلة باش اللاعب يشوفوا العائلات ديالو، فهمت؟ حيت عندهم عيد مسيحي، اوروبا الاغلبيه فيها مسيحيين، اوكي، كيعطيو العطله هذيك. كل واحد فين كيستغلها؟ ديمبلي استغلها باش يتزوج الاخوان، وفتاة مغربيه كيف ما قلنا، حتى اللي درنا الفيديو حتى اللي سبيسيال عندنا في القصه، اوكي. ولكن قبل خليكم مع سبونسر ديال الفيديو اللي كلكم عرفتوه، اللي هو بيزنس، هو وانيكسبت. وانيكسبت هي واحد البلاتفورم كتمكنكم انك تلعب على الفرق المفضله ديالك عبر التليفون. هي جات باش تعوض المنصات اللي ديجا كاينين، وهي سبونسر اوفيسيال ديال الفرقه ديال ديمبلي. البارسا كثر من هادشي كتبان في الملاعب، لك كنتي كتفرج راه غتبان لك مطبوعه حدا البوطوات باش تعرفوا انها فريمون تيقعه. وقبل ما تلعبوا كنبغي نقول لكم شي حوايج تاخذوهم بعين الاعتبار. اول حاجه واهم حاجه هي تكون ماجوري فاكسيني، يعني انك عندك فوق من 18 عام باش تلعب، اوكي. وثاني حاجه ما تنساش تخدم برومو كود ديالي اللي هو فرح 11، اللي بدورك كيمكن انك تربح 130 دولار ورا ما تدخل اول دولار من عندك وتلعب، اوكي. هادشي كامل تلقاوه في الديسكريبشن واول كومونتير، ما تنساش تشيكيو. رجعوا للفيديو ديالنا. سو كيفاش جات الزواج ديال ديمبلي؟ فين وقع؟ شكون اللي حضر العرس ديالو؟ وكثر كاع الاسئله نتعرفوا عليهم. سو خلي معاك اللايك ديالك، الكومونتير نخليك القلب، ولا بانت لك ديك صابون حمراء رجع عقري. ما نزيدش نطول عليكم، نخليكم على الانترو ونبداو في هادشي كامل. ديكاس اي واحد مشاهد وما عندناش مع الكسالة. خاصنا نعرفوا بعدا شكون هو ديمبلي، حيت كاين بزاف ما عارفينوش كيفاش بدا، فين مشى، الى اخره، اوكي. شي حاجه كيتشهر بها اكثر من لي بليسيغ ديالو ولا كدا، انه كان بروميز ديال الكره من الصغر ديالو، اوكي. بدا المسيره ديالو في 2011، سيغي انه كان كيدوز على الفرق الفرنساويين ملي كان صغير، ولكن وصل لغين في 2011 ودغيا بين النيفو ديالو، حيت كان اصغر لعاب كيوصل لعشرة البيوتا في الليغ 1، اي في البطوله الفرنسيه، وسبق تيري اونري وانطوني مارسيال في الريكورد هذا. تخيلوا معايا، يعني من صغرو بدا كيتافيشا وكيتانتريساو به الفراقي، وداك الشيء اللي تبرهن عليه ملي جا دورتموند في 2016 وسينات معاه، اوكي. سو داز من فرنسا لالمان في 2016، بعدا ديمبلي ولد 1997، اوكي. سينا مع دورتموند في 2016 عقد ديال 5 سنين، دونك راه غيسالي حتى 2021، ولكن كلي يقول لي فاروق راه كيلعب في البارسا دابا. فعلا سينا مع دورتموند في 2016، في 2017 شافتو البارسا وبغاته ولا دونك دوات مع اللعاب والعائله ديالو وقنعوا انه يتلعب بدورتموند، يعني مابقاش باغي يحضر لهم لي زونطريمون ومابقاش باغي يمشي، الشيء اللي دفع دورتموند تبيعو البارسا. فديك الوقيته البارسا كانت تبعت نيمار، دونك دخلات فيه 222 مليون اورو، كان تقدر تصرف فيما بغات، وشرات كوتينيو وديمبلي. كوتينيو كاغلى صفقه وديمبلي كثاني اغلى صفقه، وتف الاجر ديالهم مبلغ اللي سينات به ديمبلي فاق 105 مليون اورو. تخيلوا معايا 2017، العام اللي مور 2017 جات 2018، نوقع في 2018 الاخوان المونديال ديال روسيا اللي داتو فرنسا، الفرقه اللي كيلعب بها ديمبلي. بعدا الاخوان الابوين ديال ديمبلي، باه من مالي امه من موريتانيا، دونك عندهم اصول افريقيه، وهاد البلدين بالذات مسلمين، دونك يكونوا دوزوا حتى ولدهم ديمبلي. وكيف ما قلت لكم ربح المونديال في 2018، والفلوس اللي ربح شدهم واستثمرهم في بناء مسجد في موريتانيا البلد ديال الام ديالو كشكر ليها، باش تعرفوا انه مسلم. الحاجه اللي غنتوافقوا عليها هي انه ديمبلي معروف بلي بليسير ديالو والاصابات، ما كدوز جوج ثلاثه سيمانات حتى كتلقى تهرس لك ولا توعد لك ومشى 4 شهور. عادي عادي، مش جديده، تتحدث عن لاعب زجاجي، خلاص انتهى الموضوع، ما بدينا القصه تنتهي. الشيء اللي خلى الجمهور ديال البارسا يسخط عليه ديال بصح، ولكن مع مشى ميسي جا تشافي تبدلت الاداره، رجع الضوء لديمبلي سيغتو مع تشافي كيامن بالقدرات ديالو، ولا هو الضوء ولا النجم ديال البارسا مع انسو فاتي نوعا ما، اوكي. سو رجعت ليه النجوميه ديالو. لكن كيف ما قلت لكم ديمبلي امتى سينا مع البارسا؟ في 2017، وحنا في عام 2021، دونك العقد ديالو غيتسالى العام الجاي. كيف ما كتعرفوا
العقود كتسالي شهر 6 ومن شهر 1 ديال العام كتقدر تبدا تنيغوسي مع الفرق. دونك ديمبيلي من هنا لسيمانه يقدر ينيغوسي مع اي فرقه بغا، داكشي علاش البارسا باغا تجدد ليه باي طريقه ممكنه. ولكن وصلت الهيله لا كامله شنو مشى دار السي ديمبيلي، استغلاطلا ومشى تزوج. انا ما كنضرش انا نتزوج في المغرب، علاش الاخوان نتسنى نديروا النظارات. اديت بتلي الضو دير مزيكا ودابا نبداو الخدمه. كما قلت لكم ديمبيلي في العرس ديالو ما عرضش على اللعابه نهائيا، عرض على اوباميكان. دونك ملي كتدخل ستوري ديال اوباميكانو كتلقاه مطاقي واحد خونا اخر، ملي كتدخل ستوري ديال خونا كتلقاه منا تصور وحده واحد لامبورغيني اوروس في العرس ديال ديمبيلي اللي فيها البلاكا ديال فرنسا. دونك داك العرس دار فرنسا ماشي في المغرب، دونك صعيبه توصل لك اوروس حتى للمغرب وتما يديروها حتى الزنقه ما بيناش عليها المغرب. اوكي سو كنظن انا العرس تم فرنسا. اوكي تحريات العرس تم فرنسا، وكيف ما قلت لكم ديمبيلي معرض على اللعابه ديال البارسا على اللعابه ديال المنتخب الفرنسي وعرضها على عشيرو ديال بصح في المنتخب الفرنسي اللي هو اوباميكانو اللاعب ديال الباير. وهاد ليستوار كامله ما كانتش تعرف، حيت ان ديمبيلي هو واحد من اكثر الاشخاص اللي كيخلي حياته بريفي. داك نتوما تبعوه في انستغرام كيبوستي والو في ستوريات، ولكن اشرف بن عياد شد العرس ولاحو بوستو في ستوريات، ما عرفتش واش كان هو حاضر ولا لا، مي هو اللي شهرو عندنا. اوكي الصحفي المغربي ديال بين سبورت اشرف بن عياد، نخليكم مع البوست ليلا. هكا كنكونوا كاملين في المغرب عرفنا ان ديمبيلي تزوج بفتاه مغربيه ديال بصح. انا اللي هربني بديمبيلي هو انه غادي بفوقيه وضرب جوردن اول واحد يديرها. المهم العرس تم اسلامي بمراسم ديال المغرب، ما عرفتش نقول اسلامي ولا مغربي، تم داكشي ديال ان المهم اللباس وكذا والتوشيات الحنه والفتاه تبين عليها دريه صغيره. نتمنى لهم جميع التوفيق، نتمنى ان هذا الزواج هذا يعاون ديمبيلي باش يزيد بالمسيره ديالو لقدام. البارسا كاين فئة منها ما عجباش هذا الشيء، حيت انه في العرس حتى واحد ما كان داير ماسك، شيء اللي كيعرضه لانه يتصاب، اللي خلى بزاف يرشحوا انه لا تصاب غيوقع عليه مشاكل كبيره مع الاداره ديال البارسا. نتمنوا ما يتصاب بوالو، ونتمنوا ان الزوجه ديالو الحاليه تعاونوا باش يزيد بالكارير ديالو القدام، والله يسهل البنت تزوجات بواحد من ابرز اللاعبين ديال العالم وديال البارسا وديال المنتخب الفرنسي اللي هو عثمان ديمبيلي. واحدين اخرين كيقولوا على ان ديمبيلي ديجا دار واحد التفاهم مع البارسا على اساس انه غيجدد العقد ديالو فعلا، على انه كان باغي يتزوج ويستقر عاد باش يفكر في المستقبل ديالو، داكشي علاش تزوج دابا. كاين بزاف لي فيرسيون بزاف الاحداث، نتمنوا ونشوفوا شنو غيوقع، داكشي علاش دوزو عندي الانستغرام الا بغيتو تتبعوا هاد القصه هادي نخليكم في ستوريات. وهذا ما كان، نتمنى الفيديو يكون عجبكم، كان معكم فاروق لايف، نتلاقاو في فيديو جديد. الله كي ربي والدي راه مكنصرف في الاورو يونو كومبيدو قول لهم يدورو لو خبيج كيخلي لي مبارا اف نصيف بلديه وتجاره كسموكي في الويد عيني في الوين قلبي بلاطا بوكو ديال لي زورو ويزي ما نيجا كسموكي في اللين وانا ما نيجا كنسيب بيه في الويد بيبي غير سمحي ليا هاد ليام راه كنبغي غير دخان ليا بيبي عدور ليام